بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار زوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوه، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلعن الواصلة والمستوصلة. وعن أسماء بنت أبي بكر مثله. وعن معقل ابن يسار أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فلعن الواصلة والموصول. وعن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلدات للحسن المغيرات خلق الله. قال: فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه فقالت: بلغني أنك قلت كيت وكيت. فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل. فقالت: إني لا أقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. فقال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأت ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قالت: إني لأظن أهلك يفعلون. قال: اذهبي فانظري. فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فجاءت فقالت: ما رأيت شيئا. قال: لو كانت كذلك لم تجامعنا. وعن مسروق وذكر مثله وقال: والله لقد قالت المرأة: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدته. وفي آخره قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما حفظت إذن وصية العبد الصالح، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد يذكرها شارح المسند في أبواب ما يجوز للنساء من الزينة وغيرها وما لا يجوز لهن. المرأة يجوز لها أن تتزين بشرط أن يكون هذا في بيتها، أما أن تخرج على الناس مزينة، تخرج إلى الطريق وهي كاسية عارية مائلة مميلة، فهذا لعن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حرمه صلوات الله وسلامه عليه. ودأت فيه أحاديث في أن هؤلاء من أهل النار، النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات التي كأن على رؤوسهن أسنمة البخت المائل. فزينة المرأة تتزين في بيتها بما أحل الله عز وجل لا بما حرمه سبحانه، تتزين لزوجها، أما أن تتزين لإنسان غريب، تتزين للناس في الطريق، فهذا محرم وملعونة من تصنع ذلك. من الأحاديث اللي جاءت في هذا الباب في أو ذكر باب ما جاء في وصل الشعر والدهن أو والدهن، عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار زوجت وأنها مرضت فتمعط شعرها. هنا المرأة أو جارية من الأنصار تزوجت، ولما قرب وقت الدخلة مرضت هذه الجارية وتمعط شعرها وتمرق شعرها، بمعنى تمزق شعرها، شعرها سقط شعرها من مرضها، أصابتها حمى أو نحو ذلك فسقط شعرها. فأرادوا أن يصلوا، ذهبوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، يقولها شعر تحد تاني يضعونه في شعرها، يكثرون شعرها أو يصلوه بأشياء من خروق ونحوها بحيث أن يظهر أن شعرها شعر كثيف وكثير. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، عن وصل الشعر بغيره، فلعن الواصلة والمستوصلة. لعن الواصلة يعني التي تصنع ذلك، الآن اللي نسميها الكوافير يعني، والمستوصلة المرأة اللي بتطلب هذا الشيء، سواء هتوصل الشعر بشعر
أو بشيء يشبهه فتدلس في هذا الأمر، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم من تصنع ذلك ومن تطلب ذلك. لاحظ أن المرأة كانت مريضة أو الفتاة كانت مريضة وسقط شعرها من المرض، ومعلوم إذا سقط الشعر من المرض فلعله ينبت بعد ذلك ويكثر، فيبقى فترة المرض اللي حيسقط فيها الشعر ولعله يدوم، ولعله يدوم على ذلك. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرها في ذلك ونهى عن وصل الشعر، يبقى على ذلك هنا لعن الواصلة والمستوصلة. وأرادت هنا الوصل من أجل الزواج ونهي زوجها وقربت الدخلة بتاعتها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هذا فيه تدليس المرأة على زوجها لما تصنع ذلك، تبقى قبل الدخلة مكسرة شعرها فلما ينظر إليها يظن أن الشعر بتاعها شعر كثيف، فبعد الدخلة يتبين له أنها على خلاف ذلك، يبقى هذا تدليس ونهينا عن ذلك. وسواء أنه كان لتدليس أو لغير تدليس فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الشعر، سواء وصلت هذا الشعر بشعر لغيرها أو حطت على شعرها باروكة أو نحوها، هذا محرم، حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن عليه، واللعن معناه أن هذا من الكبائر. من الأحاديث حديث لمعقل بن يسار أن رجلا من الأنصار تزوج امرأة فسقط شعرها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. هنا الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى كان الرجل عارف والرجل عايز يعني المرأة تتزوق له، يبقى تحط في شعرها شعر آخر بحيث يطول شعرها أو يبقى شعرها غزير وكثيف، فلعن الواصلة والموصول. يبقى هنا يبعد أن يقال كانت حتدلس على زوجها، ما فيش تدليس هنا، ده الرجل نفسه هو اللي بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مسألة وصل الشعر بالشعر هذا حرام. طيب زرع الشعر هل هو مثله؟ الراجح لا، ليس مثله. وصل الشعر معناه أنه حيتحط شعر آخر باروكة ولا حاجة، تسقط الباروكة يبدو منظر المرأة. أما الزرع فبيكون في جلد الرأس نفسه ويصير من شعرها هي، يبقى ما فيش حيكون في هذا الشيء تدليس، لأنه سيظل على هذا الحال اللي اتزرع عليه، فلا يحرم أن المرأة تزرع شعرا إذا كان وصل بها أمر المرض أو نحوه إلى الصلع. أما الوصل، الوصل معناه أن شيء عيرة إذا كانت في البيت انكشف هذا الأمر. ويمكن الرجل بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة أن المرأة حيوصل لها شعرها، قد يكون أمر وصل شعر المرأة بشعر غيرها قدام الرجل في وقت أنه منظرها حلو، ولكن بعد ذلك إذا نامت سقط هذا الشعر، إذا حطت باروكة على شعرها في وقت الرجل مع امرأته في البيت أيما من نوم ذهبت نام سقط هذا الشيء، يبتدي أنه يحصل له نوع من الضيق بسبب هذا الشيء، وقد يحصل نفور وقد لا تدوم العشرة بعد ذلك. فمن البداية يرى المرأة على هذا الوضع اللي هي عليه، فإذا كان الأمر المحبة للمرأة كامرأة يبقى على حدهم المحبة، إذا كان الأمر لشعرها ساقط الشعر يبقى في النفور وفي البغض، يبقى لا داعي للتدليس من أوله، أنه المرأة تبقى في حال تقوم من النوم على حال وتنام على حال آخر، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء عن وصل شعرها بغير. هنا من الأحاديث حديث للسيدة عائشة رضي الله عنها وإسناده ضعيف، نذكره فقط للتنبيه. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن القاشرة والمقشورة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمتصلة، وفي رواية والنامصة والمتنمصة. الحديث أكثره معناه صحيح إلا الجزء اللي هو فيه كان يلعن القاشرة والمقشورة، ومعنى القاشرة يعني اللي بتحط دهان على وجهها بحيث يبدو وجهها لامعا، يعني المرأة تتزين لزوجها تحط دهان على وجهها، تحط بودرة على وجهها. الراجح أنه لم يصح نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فالمرأة كونها تضع مثل هذا الشيء إذا كان لا يؤذيها وتضع ذلك لزوجها فالراجح عدم المانع من ذلك، والحديث اللي فيه لعن القاشرة والمقشورة حديث ضعيف لا يصح. أما باقي الحديث فجاء في الصحيحين معناه أنه لعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. اللعن الطرد من رحمة الله عز وجل، وكونه يلعن معناه أن هذه كبيرة من الكبائر اللي وقعت فيها المرأة بذلك. ففي حديث لابن مسعود قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. هنا ربنا خلق الإنسان على صورة، فلا يجوز له أن يغير هذه الصورة التي خلقه الله عز وجل عليها إلا بنص وإلا بأمر من الله عز وجل،
زي الختان، الإنسان مخلوق وهو غير مختون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، يبقى هنا هيغير شيء بأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، الله عز وجل أمر بذلك. كذلك الشعر خلقه الله عز وجل في الإنسان، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حلق في الحج أو في العمرة، وأنه قصر شعره صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا جائز فيه. كذلك اللحية تنبت للإنسان والشارب ينبت للإنسان، اللحية يوفرها، هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، الشارب يحفي الشارب، يبقى هنا هذا شعر في الإنسان، واحد من الشعور مأمور أن يتركه، الآخر مأمور أن يحفيه، شعر بدن الإنسان مأمور أن هو يزيل، شعر العانة الاستحداد وكذلك شعر الإبط، يبقى هنا خلقة خلقة جل، وقد يكون للمرأة بزيادة هرمونات معينة في جسم المرأة، هرمونات الذكورة يقوم يزيد فيها هذا الشيء فينبت للمرأة اللحية أو الشارب، شعر الجفون وشعر الحواجب للشعور اللي موجودة في وجه الإنسان. فالرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإحفاء الشارب وبأنه يترك اللحية. اختلفوا في إحفاء الشارب، إحفاء الشارب هل معناه أنه يزيله من أصله، ولا أنه يقصره تقصيرا شديدا، ولا أنه يقصر بحيث أنه ما ينزلش على الشفتين. ثلاث أقوال هنا للعلماء، فالبعض على الإزالة، والراجح أنه الإحفاء ما هوش الإزالة. الإمام مالك ذكر الإزالة أن هذا من المسلة، من المسلة تشويه للخلقة، لا، ولكنه ما ينزلش على شفة الإنسان. يبقى هنا هيتعرض للشارب بالشيل، ان الانسان او الذكر هيتعرض للشارب بانه يقص قصا شديدا. طيب هذا اذا كان في الرجل، يبقى المراه اولى، المراه اولى لو نبت لها شارب باب اولى ان تزيله اذا كان الرجل مسموح له بذلك. يبقى على ذلك شعر الشارب في المراه مش متعرض له، واللحيه مثلها، ان هذا من خصائص الرجال، فلذلك المستحب في حلق في حق المراه كما قال الامام النووي والجمهور إزالة شعر اللحية إذا نبت لها شعر في اللحية، إزالة شعر الشارب إذا نبت لها في ذلك. يبقى هنا التعرض أن هذا من النمس الراجح لا. وإن ذكر بعض أهل العلم من الأئمة زي الإمام الطبري أن هذا محرم، إزالة أي شعر في وجه المرأة، فذكر التحريم فيه. ويعني إن كانت الأمر شعر الحاجبين متفق عليه، لكن شعر الوجه مختلف فيه في إزالته. والصواب والراجح أن المرأة لها إذا نبت لها لحية يجوز بل يستحب لها أن تزيل هذه اللحية، وخاصة إذا كانت متزوجة، حتى لا يتقذر الرجل منها ويحصل النفور بينهما، فتزيل شعر اللحية إذا نبت لها، وشعر الشارب إذا نبت لها. أما شعر الحاجب لا، فهذا النمص اللي اتفق العلماء على عدم جواز إزالته. هذا في المرأة، يبقى الرجل كذلك، الرجل كذلك. إزالة الشعر أو النمص نتف الشعر، والمقصد منه الترقيق، إنه الرجل أو المرأة يرقق شعر الحاجب يبقى رقيق، وبعض النساء تحلقه خالص، تشيل شعر الحاجب وتروح رسمة رسما عليه كأنه هذا الشعر مكان ما خلقه الله عز وجل، هذا حرام. لا يدخل في ذلك تقصير الحاجب إذا كان فيه شعرات طويلة تؤذي العين، كان الرجل أو المرأة شعر الحاجب طويل بينزل جوه العين يؤذي، يجوز هنا إزالة هذا الضرر وإزالة ما يؤذي. يبقى هذا شيء، والنمص شيء آخر. النمص النتف، نتف للتجميل اللي ترقق شعر الحاجب أو تقصره. وشعر الحاجب الممتد من أوله إلى آخره، سواء اتصل شعر الحاجب في الوسط فوق الأنف أو أنه لم يتصل، فلا يجوز المرأة أنها تتعرض له بشيء، ولا المنطقة اللي في النص تزعم البلجة ولا غير ذلك، لا تتعرض شعر الحاجب إلا إذا كان شعره طويلا ينزل في العين فيؤذي، فيجوز قصه ليس نتفه، ليس نتفه، يجوز القص للشعرة الطويلة اللي تنزل في العين ولا تنتف، إلا إذا احتاجت إلى مثل ذلك فجاز أيضا نتفها إذا كانت تنزل على عين المرأة. نذكر كلام الإمام الطبري نخذ ببعض العلماء، يقول لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عز وجل عليها بزيادة أو نقص التماس الحسن لا للزوج ولا لغيره، كمن تكون مقرونة الحاجبين فتزيل ما بينهما توهم البلد أو عكسه، يعني إن هي يكون شعرها مقرون، الحاجب مقرون بالحاجب الآخر، تروح فوق الأنف تحلق الجزء اللي فوق الأنف أو تنتفه، فهذا لا يجوز لها.
والعكس إن يكون الحاجب بعيد عن الآخر تقوم توصل بألم ولا غيره ما بين الحاجبين، هذا ممنوع وهذا ممنوع، وهذا كلام صواب. قال ومن تكون لها سن زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها، هذا فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأنه بناه على أنه هذا ليس فيه ضرر، وكلامه في الطب ليس جيدا، وإنما كأمر طبي هذه السن الزائدة غالبا ما تكون فيها مضرة بالأسنان اللي بجوارها وبليسة الإنسان، فالذي يحدد ذلك الطبيب وليس غيره. فلذلك مسألة أنه على العموم كده سن زائدة لا يجوز لها أن تزيلها الرجل أو المرأة، هذا كلام خطأ ليس بصواب. الصواب أنه إذا كان فيه مضرة باللسان أو بالأسنان أو باللسة أو بالفم أو بالكلام يجوز أنه يزيله. يقول فكذلك تكون سنا طويلة فتقطع منها، وهنا مسألة التقصير للسن، قد تكون سنة طويلة وتخبط في الشفة، شفة الإنسان، وتجرحه فتعوقه من الأكل، الراجح إن هذا فيه ضرر فيجوز تقصيرها لهذا الشيء. إنما النهي عن الوشر، الوشر والفلج، يبقى الإنسان رجل ولا امرأة أسنانه رصها الله عز وجل له بصورة معينة، يقوم هو أو هي عايزة تأثر السنة من الطول والعرض تبقى فيه فلجات بين السنان، هذا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم للمتفلجات للحسن. أما إذا كان الأمر لأذى بين الأسنان فيجوز مثل ذلك. قال رحمه الله أو لحية، يكون يعني المرأة لحية أو شارب أو عنفقة فتزيلها بالنتف، والعنفقة اللي هو الشعرات اللي تحت الشفة السفلى اسمها العنفقة، قال فتزيلها بالنتف يعني يحرم عليها إزالتها. والراجح ما قدمنا عن الإمام أبو داود أن النمص هو مختص بشعر الحاجب، وإن كان كلمة النمص قد تطلق على إزالة شعر من الحاجب أو الوجه، لكن الراجح تخصيصها بالحاجب باعتبار أن الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعفي اللحية، كون يخص الرجل بذلك، فالمرأة عكس الرجل ليست مثله، الرجل مأمور بأنه يحفي الشارب فسيتعرض لشعر الشارب بأنه يقصه قصا شديدا، المرأة من باب أولى أنها تصنع هذا الشيء. فلما كان في اللحية والشارب اختص الرجل بشيء دل على أن المرأة على خلاف هذا الذي عليه الرجل، يبقى على ذلك الراجح أن المرأة أن تزيل شعر اللحية إذا نبت لها، خاصة أن هذا يكون شيئا مرضيا، ما هو شيء من أصل خلقتها ولكن مرض في المرأة فتداوي في ذلك جائز. يقول رحمه الله ويستثنى من ذلك ما يحصل به الضرر والأذية، كمن يكون لها سن زائدة أو طويلة تعيقها في الأكل، وهذا يعني ده مثل فقط، وده اللي كان ممكن هو يتخيله أن سنة طويلة تعوق في الأكل، ومش شرط أنها تعوق في الأكل فقط حتى يجوز إزالتها، ولكن قد يكون لها أذى في أشياء أخرى غير مسألة الإعاقة في الأكل يعرفه الأطباء. أو إصبع زائدة تؤذيها أو تؤلمها، الأصبع الزائدة إنسان مخلوق لست أصابع، فهنا مسألة أن يؤذيه مش شرط أن هو حيؤذيه يعني يؤلمه فقط، ولكن قد يؤذيه يعوقه في الكتابة، كلها أصبع زائد مدلة من يدي يكتب ما عرفش يكتب، فهذا من الأذى فيجوز له أن هو يزيله في هذه الحال، فما كان من أذى على الإنسان في ذلك وضرر جاز له إزالة الزائد. قال والرجل في هذا كالمرأة. وقال النووي رحمه الله يستثنى من النماص ما إذا نبت للمرأة لحية أو شارب أو عنفقة فلا يحرم عليها إزالتها بل يستحب، وهذا الكلام الصواب قول الإمام النووي رحمه الله. الحنابلة حيقولوا إن النمص حرام ما يدس النمص، وهو في الوجه كله يعني في الوجه، وحيقولوا إن النمص معناه النتف، النتف، فإذا كان المرأة لحية فيقول إذا حلقتها فيدوز ذلك أنها تحلق أو يفرق بين الحلق الإزالة بالموسى والنتف، وهذا فيه نظر في المسألة، والصواب ما ذكره الإمام النووي رحمه الله. نرجع تاني للحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمتشمة والمتنمصة، وقال والمتنمصات والمتفلجات للحسن، التفلج للحسن، فإذا كان لغير ذلك إنه لحاجة من الحوائج كحاجة طبية يعني فيجوز ذلك. قال المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله، قال يبقى هنا المغيرات خلق الله إذا كان في هذه الأشياء يبقى في باقي البدن كذلك مثلها، يغير الإنسان من بدنه الذي خلق الله عز وجل عليه، هذا غير جائز،
زي ما إنسان يغير جلده، والآن في زراعة الجلد موجودة، واحد لونه أسود يقوم يغير جلده بجلد أبيض، العكس في ذلك، هذا حرام تغيير لخلق الله عز وجل. قال فبلغ امرأة في البيت يقال لها أم يعقوب، يعني لما ذكر ابن مسعود هذا الأثر هو يقول ذلك، هي ظنت ويقول من عند نفسه، فقالت له جبت منين هذا الكلام؟ فقال هي بتسأله، تقالت بلغني أنك قلت كيت وكيت، فقال ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله عز وجل، في رواية قال وهو في كتاب الله عز وجل. يبقى هنا ابن مسعود لعن هؤلاء ثم نسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ونسبه لكتاب الله عز وجل، والمرأة كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، فقالت إني لأقرأ ما بين لوحيه فما وجدته. ومش شرط كل إنسان حافظ القرآن إنه يكون فقيها، ابن مسعود هذا من فقهاء الصحابة الكبار رضي الله عنه، وهذه امرأة حافظة للقرآن، بشرط إن هي حافظة القرآن تبقى عارفة الأحكام اللي في القرآن، وكم من حافظ القرآن ولا يفهم من معانيه شيئا، لذلك الإنسان ما يغترش بنفسه مش كونه حافظ القرآن يبتدي يتكلم ويتكلم في الفقه وفي الأحكام الشرعية. فالمرأة ما عرفتش، لأنها تقول أنا قرأت القرآن معنى حفظت القرآن كله، ومع ذلك لا أجد هذا الذي تقوله. فقال لها إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أما قرأتي وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فقالت المرأة بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. يبقى هنا نزع بالآية أن الله عز وجل أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبقى ده الدليل في القرآن على أن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه، يلزمنا أن نأخذ به ونعمل بمقتضاه. فابن مسعود بقى هنا نسب هذا الذي قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمتشمة إلى آخر الحديث. المرأة لم يكن لها حجة بدت بقى تروح ترمي بقى اللي تقول له طب انت زوجتك بتعمل هذا الشيء. فقالت المرأة فإني لأظن أهلك يفعلون، زوجتك بتعمل هذا الشيء. قال اذهبي فانظري، وهذا لا يليق، هذا لا يليق أن إنسان يسأل عن شيء عن حكم شرعي فيجيب الحكم الشرعي كذا، يقول له أمال أنت أهلك ما بيعملوش ليه، أخوك بيعمل ما بيعملش ليه، أبوك كذا أمك، هذا لا ينبغي أبدا أن يقال. فالذي يسأل عن الحكم الشرعي يأخذ الحكم الشرعي ويعمل به، أما إنه طب وش معنى أنت ما بتعملش، اعمل بقولي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك قولي ولا يضررك تقصيري. فالإنسان لما يسأل الإنسان العالم أو يسأل الشيخ عن الشيء قد لا يكون هو يفعله، الإنسان يسأل عن صلاة السنة فيقول صلي 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها، طب وش معنى أنت ما بتصليش، مالك وماله، هو يصلي أو لا يصلي هذه الصلوات لعل له عذر من الأعذار تمنع من هذا الشيء، لكن أنت اعمل بالقول إن هذا ليس قوله وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا ينظر للإنسان إن حج على ما يقول، ولكن يأخذ القول الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل به، والآخر الذي يقول الشيء يلزمه أن يعمل به، ولكن لا تعلق أنت عدم العمل على إن اللي بيقول هذا ما بيعمل شيء به، قد لا يكون له عذر ولا يكون لك أنت هذا العذر الذي عنده. فالمرأة هنا أخطأت لما قالت له ذلك إن زوجتك بتفعل هذا، قال لها ادخلي شوفي زوجتك بتفعل ولا لا تفعل، فقال لها اذهبي فانظري، فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، يعني دخلت الدار ونظرت لزوجة ابن مسعود ما لقيتهاش لا ناقصة ولا حاجة، فجاءت فقالت ما رأيت شيئا ما رأيت شيئا. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لو كانت كذلك لم تجامعنا، لو كانت كذلك ما اجتمعت معنا في بيت واحد، يعني كنت طلقتها وكنت رضيت بامرأة تعصي الله عز وجل وتعصي رسول صلوات الله وسلامه عليه. فالغرض بيان أن الإنسان المؤمن إذا قرأ من كتاب الله عز وجل لابد أنه يتعلم التفسير ويتعلم الفقه الذي في كتاب الله عز وجل، وما يعتمدش على أنه أرى يبقى فاهم كل حاجة، أنه حفظ القرآن يبقى عارف كل الأحكام الشرعية، لا. وهنا في رواية ابن مسعود قال رضي الله عنه ما حفظت إذن وصية العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن. العبد الصالح هنا سيدنا شعيب عن نبينا عليه الصلاة والسلام،
لما نصح قومه الآية من سورة هود، فيأمرهم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط، وقال لهم بعد ذلك ولا يجرمنكم شقاق، ويا قوم لا يجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. فأمرهم أنهم يهتدوا بالهدي الذي أمر الله عز وجل به، ويبتعدوا عما أصاب الناس من قبلهم من مصائب بسبب ذنوبهم. وقال لهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطع، يعني أنا آمركم بالمعروف وأنا أفعله ولا أخالف وأفعل المنكر، وأنهاكم عن المنكر وأنا أجتنبه ولا أخالف فأقع فيه، ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.